أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، صحة في التعاقد مع أي فندق لحجر المصابين بكورونا. صحيفة الزمان، منحة المتضررين إسقاط فرض يفتقر للعدالة. وفي الشرق الأوسط، نداء أممي للتفاوض على وقف غير مشروط للقتال في الشرق الأوسط. أما ديلي تيليغراف فقالت لا مناعة لكورونا، يعاود إصابة الأشخاص بعد الشفاء منه. عربي 21، إصابات متزايدة بكورونا عالميا وارتفاع ملحوظ في إفريقيا. القدس العربية، المغرب توقعات بعفو ملكي عن معتقلي حراك الريف في شهر رمضان. وفي العربي الجديد، طالبان تفرج عن 20 من أسرى الحكومة الأفغانية اليوم. ونبدأ معكم بالعرب اللندنية، المطلوب من الكاظمي شيعيا عدم تعريض زعامات الفساد التابعة لهذه الأحزاب لمخاطر المساءلة والمتابعة القضائية، وقد ينفذ الكاظمي هذه الرغبة خصوصا وأن فترته محدودة، لكنه أمام امتحان إيقاف مسلسل النهب في بيع عملة الدولار في البنك المركزي، والتي على الرغم من الكارثة الحالية ما زالت مستمرة، إضافة إلى قدرته على إزاحة هيمنة الميليشيات وأحزابها على الموانئ ومنافذ الحدود العراقية الموزعة بينها، مع أنها شبه متوقفة حاليا. مقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. من أجل عبور الأزمة الكبيرة ووضع الأحزاب الشيعية المتدهور، قد تقبل بالتعاطي المرن في محاصصتها الوزارية دون الإضرار بالمصالح الحالية وعدم السماح بشخصيات تدخل الحكومة قد تؤدي إلى تضرر تلك المصالح القائمة. بالنسبة إلى سنة إيران وسنة العملية السياسية، ما يهمهم هو بقاء هذا النظام الذي وفر لهم دون جمهورهم المقموع مصالحهم بدرجاتها الدنيا، فهم الجزء الضعيف المفكك الذي لا ينحاز إلى مبادئ الجمهور التي يعتبرونها بضاعة انتهى زمانها، ولهذا حاولوا الاستفادة بشكل انتهازي من تشظي الأحزاب الشيعية في الأيام السابقة. ما يهم الأكراد بقاء مصالحهم وعدم تعريضها لمخاطر في أي حكومة ببغداد. هم من أكثر المدافعين عن بقاء النظام السياسي القائم. كان عادل عبد المهدي من أكثر رؤساء الوزراء وفاء لهم وحفاظا على مصالحهم، وسيكون كذلك مصطفى الكاظمي إن حافظ على تلك المصالح التي قد تساعد على استمرارها. العلاقة الشخصية للكردي رئيس الجمهورية برهم صالح برئيس الوزراء المقبل الكاظمي. الميليشيات المنفذة لمخطط طهران في معركتها مع الوجود العسكري الأمريكي، والتي سبق لها اتهام الكاظمي بمسؤوليته عن تصفية زعيمها الأول الإيراني قاسم سليماني والثاني العراقي أبو مهدي المهندس، فيتوقع لها أن تهادنه حاليا وفق تعليمات أولياء أمورهم، فيما سيظل ملف السلاح خارج الدولة شعارا لن يجد طريقه للتنفيذ في الأيام المقبلة. يقول الكاتب عوني القلمجي في مقالته بمجلة الكادرينا إن المعلومات المنشورة وغير المنشورة أكدت على أن تكليف مصطفى الكاظمي لم يأتي جراء الاتفاق الذي حدث بين الكتل السياسية والميليشيات المسلحة فحسب، وإنما أتى جراء صفقة تمت بين المحتل الأمريكي ووصيفه الإيراني. من يعتقد أن الثورة العراقية قد انتهت أو فقدت تأثيرها لمجرد تجاهل الميليشيات المسلحة لشروط الثوار حين اتفقت على تسمية مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة القادمة لهو في ضلال مبين، حيث جاء الرد سريعا من جميع ساحات التحرير. فعلى سبيل المثال للحصر، فإن ثوار النجف أصدروا بيانا قالوا فيه إنه وبعد كل تضحيات الجسام التي قدمتها ثورة تشرين المباركة منذ أكثر من 6 أشهر ووفاء لدماء الشهداء، فقد قرروا رفض هذا التكليف لأنه جاء بإرادة خارجية
ولم يأتي بإرادة وطنية عراقية، فضلا عن أنه غير مطابق للشروط التي وضعتها ساحات الاعتصام. وأعلن البيان أيضا رفض الثوار للعملية السياسية التي تقودها الأحزاب الفاسدة جملة وتفصيلا. ليس هذا فحسب، وإنما طالب البيان الجماهير الوطنية كافة في داخل العراق وخارجه بالضغط بكافة الوسائل الممكنة باتجاه حل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤقتة، في حين خرجت جموع من الشباب إلى الشوارع على الرغم من حظر التجوال للتنديد بالكاظم والأحزاب الفاسدة. أما نشطاء الثورة فقد غردوا على مواقع التواصل الاجتماعي التي ورد في إحداها كيف سيستطيع رئيس الوزراء القادم حصر السلاح بيد الدولة وهو كلف بالمنصب بناء على ثقة الجناح السياسي للعديد من الفصائل المسلحة. خطاب مصطفى الكاظمي وما تضمنه من كلمات رنانة حول السيادة والاستقلال وحب الوطن وحرص الطيف العراقي والوجوه الكريمة على تلبية مطالب المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة ليس سوى محاولة بائسة لإبعاد تهمة التدخل الإيراني السافر والمفضوح من جهة، وذر الرماد في عيون الثوار على أمل إقناعهم بالقادم الجديد من جهة أخرى. نشر موقع مجلة تريبيون البريطانية ذات التوجه اليساري مقالا للكاتب كيستون بيري أستاذ الاقتصاد بجامعة غرب إنجلترا، اعتبر فيه أن النظام الاقتصادي العالمي يوشك على الانفضاح ما لم يوقف أزمة على الأبواب تهدد دول جنوب الكرة الأرضية. إن إخفاق صناع السياسة في البلدان الغنية في الاعتراف بدورهم فيما يصدر عن الوباء من آثار اجتماعية واقتصادية إنما يفاقم من الظروف الصعبة التي كانت قائمة قبل أن يتفشى، كما أن انعدام الاهتمام بمعاناة تلك البلدان جزئيا بسبب القومية المترهبة من الآخر والتي يعبر عنها بكل وضوح ترامب وجونسون، سوف لا ينجم عنه سوى المزيد من الاضطراب في المنظومة متعددة الأطراف عندما لا يتوفر لدى البلدان من المال ما يمكنها من الوفاء بما عليها من التزامات تجاه ديونها، فإنها في العادة لن تكون قادرة على الاستجابة للمتطلبات الطبية والتعليمية والاحتياجات الغذائية لشعوبها، وذلك أن النظام الاقتصادي الذي يتوافق جيدا مع احتياجات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات لا يمكنه في مثل هذه الظروف التماسك دون أن يولد مزيدا من الضغوط على الشعوب الأكثر فقرا، مع الأخذ بالاعتبار أن تجاوب الحكومات ذات الاقتصاديات المتقدمة مع الأزمة بشكل معطاء والتي راحت تخفف من القيود المالية والنقدية التي تفرضها سياساتها في الظروف المعتادة يعتبر رفاها ليس في متناول بلدان النامية. الكاتب أيضا أكد أنه ما لم يعرض على بلدان جنوب الكرة الأرضية التخفيف من أعباء ديونها فسوف تغرق في حالة من الفوضى الاقتصادية بسبب أزمة كورونا، مما سيفضح واقع النظام الاقتصادي العالمي الذي تم إنشاؤه ليناسب الغرب حسب تعبير الكاتب. قالت صحيفة ليفيغارو الفرنسية في عام 1918 قتل فيروس 50 مليون في العالم، وتفشى كورونا في اليمن وسوريا سيكون تفشي هذا المرض سيكون كارثيا، وإذا كان قد تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في بعض البلدان إلا أن القتال مستمر وبات سكان هذه البلدان مهددين كذلك بفيروس كورونا الذي يخيم على المشهد العالمي. إن وباء كورونا قد يكون مأساويا إذا انتشر بين السكان المدنيين المتضررين من هذه النزاعات، خاصة تلك الهشة منها والتي تعد شبه خالية من الوسائل الطبية، كما أن الحفاظ على المسافات الاجتماعية بين شخص وآخر للوقاية من العدوى بكورونا يظل وهما في مخيمات اللاجئين، ولكن في هذه المناطق يكون كوفيد-19 في بعض الأحيان مجرد ظل غامض، ولعدم وجود اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا
أو لعدم ظهور الفيروس بعد بهذه المناطق، فإن العديد من المناطق لديها عدد قليل من الحالات المؤكدة إن وجدت. تشرح إيزابيل ديفورني مديرة العمليات في منظمة أطباء بلا حدود قائلة إن الأمر ليس دائما أمرا حقيقيا بالنسبة لهؤلاء السكان، والفيروس التاجي غالبا ما لا يكون مشكلتهم الرئيسية مقارنة بنقص الغذاء. كما أوضحت لوفيغارو أن الجيوش التي تخوض الحرب لم تكن هي الأخرى بمنأى عن الإصابة بوباء كورونا، إذ أحصى الجيش الأمريكي رسميا 1898 حالة إصابة بالفيروس. وفي فرنسا تحدثت وزارة الجيوش عن 600 مصاب الأسبوع الماضي. يضيف: إذا كانت الحروب البرية قد تم تعطيلها أو إيقافها مؤقتا، فإن تهديدات أخرى تبرز. وفي فضاء الإنترنت أثارت أزمة وباء كورونا نشاطا متجددا، وأصبحت أنظمة الكمبيوتر تحت الضغط. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الفيروس كورونا قد اخترق 2100 من مراكز التمريض ورعاية المسنين في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن وفاة أكثر من 2300 من المصابين، وفقا لمسح أجرته الصحيفة. ووفقا للبيانات التي جمعتها الصحيفة من 37 ولاية، فقد أبلغت دور التمريض وغيرها من المرافق الخاصة بكبار السن في الولايات المتحدة عن ما لا يقل عن 15473 حالة إصابة بالفيروس التاجي. وطالبت أمريكيون لديهم أمهات وآباء في دور رعاية المسنين بمعرفة المخاطر التي تواجه أحبائهم، وتختلف وسائل الإفصاح عن الحالات، ولكن التقرير أفاد أن المعلومات المتاحة للجمهور غير متوفرة حول عدد الإصابات بالفيروس في بعض المنشآت. وقد زعمت الحكومة الأمريكية في وقت سابق أن الفيروس ضرب 400 من دور الرعاية، وهو رقم يقل عن العدد المكتشف. واستنتجت الصحيفة أن تأثير الفيروس في هذه الفئة السكانية الضعيفة أسوأ مما هو معروف، ومن شبه المؤكد أن أعداد الحكومة الفيدرالية تقلل من مدى انتشار الوباء، كما لم تقدم بعض الولايات صورة شاملة عن الوضع. وأكدت الصحيفة أيضاً أن حصيلة جائحة كوفيد-19 في هذه المرافق كانت أكبر مما أفادت به الحكومة الأمريكية. نشرت دورية نايتشر دراسة جديدة حول حفرية يبلغ عمرها 99 مليون عام عثر عليها في ميانمار، من شأنها أن تفتح أبوابا إضافية لفهم الحقبة الوسطى. وتشير مجلة ساينتيفيك الأمريكان إلى أن علماء الحفريات الذين يعملون في جنوب شرق آسيا عثروا في السنوات الأخيرة على ذيول ديناصورات وأفراخ طيور وفصائل حشرات جديدة وحتى مخلوقات عابرة للبحار احتجزت داخل كتل من عصارة لزجة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمر الذي يجعل هذا الاكتشاف الأخير بارزا هو مدى صغر حجمه بالتحديد. ويعد المخلوق المكتشف حديثاً ذو الجمجمة التي لا تزيد عن إنش واحد من أصغر الديناصورات المكتشفة، وقد حفظ في مادة الرانتينج المتصلبة خلال منتصف العصر الطباشيري من حقبة الحياة الوسطى. وأشارت الدراسة إلى أن هذا المخلوق غالباً كان طائراً ذو أسنان. والآن إلى مجموعة من أبرز ما رسم فنانو الكاريكاتير.
وبهذا نصل إلى ختام حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم. تقبلوا أعطر تحياتنا. السلام عليكم ورحمة الله.